احتفاء بقيمتها الثقافية 2024 عام للإبل. مهرجان الرياض للمسرح تظاهرة ثقافية استثنائية. وفي صحة حياتي حنتكلم عن مشروبات الشتاء الطبيعية بين النفع والضرر. ولازم ناخذ فيكم جولة على آخر أخبارنا ومستجداتنا في برنامج من السعودية. مجلس الوزراء الموافقة على تسمية عام 2024 بعام الإبل. إنشاء هيئة باسم الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية. وزارة الخارجية تطلق المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات لجميع أنواع التأشيرات. البنك المركزي يوجه بمنع شركات التمويل الراغبة في شراء المديونية من تحميل العميل أي تكاليف عدا رسوم السداد المبكر أو الرسوم الإدارية. أبشر تطلق خدمة المساعد الشخصي لذوي الإعاقة التي ستمكنهم من الوصول إلى خدمات منصة أبشر باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. المركز الوطني لإدارة النفايات يطلق حملة توعوية بعنوان عطها حقها. الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن إطلاق منصة الملكية الفكرية. الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن اكتمال الشبكة الرئيسية لحافلات الرياض. نور الرياض 2023 يحقق 6 أرقام قياسية عالمية جديدة سجلت بموسوعة جينيس في موسمه الثالث. اشتراطات محدثة لنشاط محطات الوقود ومراكز الخدمة. مدينة الجدية أعلنت عن إطلاق أول منطقة في العالم مخصصة للألعاب والرياضات الإلكترونية. المؤتمر السعودي للشبكات الذكية وموهبة تطلقان فعاليات تحدي الإيدياثون. وما زالت الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة لإغاثة الشعب الفلسطيني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مستمرة، حيث وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء الماضي الطائرة الإغاثية السعودية 33، وتحمل الطائرة على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 18 طنا. للحديث أكثر يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيري. يا أهلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله. الله يحييك أستاذة نهى، أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. جهود جبارة تشكرون عليها دكتور في هذا الإطار، الحملة الشعبية المخصصة لإغاثة الشعب الفلسطيني، ما هي آخر المستجدات لحملة الإغاثة؟ حياكم الله وحييكم وحيي المشاهدين الكرام. نعم، بحمد الله عز وجل استمرت جهود الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الأشقاء في فلسطين قطاع غزة، وذلك بعد التوجيه السامي الكريم بإطلاق هذه الحملة. كما تفضلتم وصل إلى الآن 33 طائرة إلى مطار العريش. هذه الطائرات بحمد الله عز وجل عملت بإجمالية حوالي 750 طن من المساعدات الإنسانية، كذلك عملت 20 سيارة إسعاف مجهزة بتجهيزات كاملة. دخل من هذه سيارات الإسعاف إلى داخل غزة 16 سيارة حتى الآن بحمد الله عز وجل. استمر كذلك بحمد الله عز وجل تسيير البواخر من خلال الجسر البحري
وانطلقت الباخرة الرابعة من مطار عفوا من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء بورسعيد في جمهورية مصر الشقيقة. إجمالي ما تم بحمد الله عز وجل نقله من المساعدات الإنسانية من خلال البواخر قارب 300 طن. إجمالي ما تم نقله حتى الآن من خلال الجسر الجوي والبحري وصل بحمد الله عز وجل أكثر من 4500 طن. هذه المساعدات التي شملت على مساعدات طبية تتعلق بدعم غرف العمليات والتعامل مع حالات الجرحى نتيجة القصف والعدوان الإسرائيلي، كذلك حملت آلاف السلال الغذائية والتي تشمل على 70 كل سلة على 70 كيلوغرام تكفي لأسرة مكونة من 6 إلى 7 أشخاص لمدة شهر كامل. حملت كذلك بحمد الله عز وجل مستلزمات إيوائية من خيام، وكذلك حقيبة الإيواء المعيارية التي تحتوي على بطانيات وفرش وكذلك أواني طب وكذلك كل المستلزمات أو ما يتعلق بجلب المياه والنظافة الشخصية. جميل. الجدير بالذكر هنا أيضا أن المركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومعالي المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان وقع 4 اتفاقيات مع المنظمات الشريكة ومنظمات الأمم المتحدة، وهي برنامج الغذاء العالمي وكذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منظمة الصحة العالمية، ووكالة غوث وتشييد اللاجئين فلسطين الأمروة. وقعنا معها مجموع اتفاقيات بمبلغ 150 مليون ريال سعودي لتنفيذ مشاريع عاجلة للنازحين في قطاع غزة، والتي تشمل قطاع الأمن الغذائي والإيواء وكذلك الصحة وعلاج سوء التغذية عند الأطفال والمياه والإصلاح البيئي والاستجابة الطارئة. كل هذا بإذن الله عز وجل سينفذ من خلال هذه الاتفاقية. جميل. دكتور، لو نتكلم عن آلية نقلها المتضررين في قطاع غزة، كيف الترتيبات حتكون فيها؟ وش آليتكم سياستكم لتوصل لكل المتضررين بإذن الله؟ طبعا نحن بدأنا العمل والحمد لله عز وجل دخل حتى الآن منذ بداية الحملة أكثر من 104 شاحنة، الشاحنة تزن حوالي 20 طن تحمل مساعدات. تم توثيق دخول هذه المساعدات الحمد لله عز وجل من خلال القنوات الإعلامية المختلفة، يعني بمعنى آخر أنه حوالي 2000 طن من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية دخلت وتم تسليمها. طريقة وآلية العمل هي التنسيق قبل خروج المساعدات وقبل إطلاقها في الجسر الجوي والجسر البحري، تحديد الاحتياج الإنساني بالضبط، نوع هذا الاحتياج، كم هذا الاحتياج، مناطق هذا الاحتياج، أعداد المستفيدين من خلال الشركاء على الأرض وأهمهم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وكذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، منظمة الصحة العالمية وكذلك برنامج الغذاء العالمي. ثم يتم حشد هذه المساعدات. تفضل دكتور. ثم يتم حشد هذه المساعدات بالكم والنوع المطلوب. على سبيل المثال المساعدات الطبية تركز على كل ما يتعلق بإسعاف الجرحى وإنقاذ الأرواح، كل ما يتعلق بمستلزمات العناية المركزة سواء كانت أدوات أو أدوية أو مستلزمات طبية. ثم بعد ذلك يتم شحنها إلى إما مطار الكريش في مصر جمهورية مصر العربية الشقيقة أو الجسر البحري من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء بورسعيد. دكتور، لاحظنا تصاعد في عدد الطائرات بشكل أسبوعي، كم معدل الطائرات اللي يرسلها المركز في الأسبوع؟ نعم، بس دعيني أقفل بس إجابتي. يتم بعدها التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني ويتم نقل هذه المساعدات. لدينا فرق موجودة على الأرض على معبر رفح وكذلك العريش، ولدينا شركائنا في الداخل بالرقابة والتقييم يقومون بحصر هذه المساعدات والقيام ورقابة على حقيقة توزيع على المستحقين ورصد كل ما يتعلق بأعداد التوزيع وكذلك أعداد المستفيدين وكميات التي تم توزيعها. أما بالنسبة للطائرات فأسبوعيا تقريبا
عدد الطائرات التي تخرج من مطار الملك خالد الدولي تقريبا يتراوح ما بين 7 إلى 10 طائرات. الجدير بالذكر أن هناك 7 طائرات هي طائرات القوات الجوية الملكية السعودية مشكورة وزارة الدفاع، كانت جزء مهم جدا في هذه العملية في نقل هذه المساعدات، وخاصة سيارة الإسعاف إذ نقلت أكثر من 20 سيارة إسعاف حتى الآن. جميل دكتور، نبغى نتكلم في ختام مداخلتك عن أجمالي عدد التبرعات اللي تلقاها المركز عبر منصة ساهم في الحملة السعودية لإغاثة فلسطين. الحملة الشعبية بحمد الله عز وجل من خلال منصة ساهم الحقيقة تلقت زخم كبير جدا من التبرعات وأعداد كبيرة جدا من المتبرعين. بدأت التبرعات بتبرع مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين، هذا التبرع السخي الذي فتح الباب بعد ذلك لتبرعات سخية من أفراد الشعب السعودي، سواء كانت أفرادا أو مؤسسات أو مؤسسات تجارية أو شركات كبيرة، كل هؤلاء ساهموا بحمد الله عز وجل بسخاء وعطاء، وصل حتى اليوم إلى تقريبا حوالي 495 مليون ريال سعودي، نحن نقارب الدخول على 600 مليون، وبلغ عدد المتبرعين بحمد الله عز وجل أكثر من 1,283,000 ألف متبرع، وهذا له دلالة كبيرة جدا. أولا الحقيقة التفاف المجتمع السعودي حول توجيهات القيادة والالتفاف حول الحملة الشعبية والاقتداء بالقادة الكرام الذين أثروا المشهد في التبرع، وكذلك عز وجل هو الحس الحقيقة في أهمية البذل والعطاء خاصة للأشقاء. القضية الفلسطينية ما زالت في قلوب المجتمع والمملكة العربية السعودية شعبا، وما زال بحمد الله سوف يستمر عدد الأشقاء الفلسطينيين والوقوف معهم محنتي. وإحنا كمان دكتور سام نشكرك دائما على التفاعل معنا ومتابعة استمرار المساعدات لقطاع غزة، هذه المساعدات من مركز الملك سلمان للإغاثة. شكرا جزيلا لك دكتور سامر الجطيل المتحدث الرسمي للمركز. في واحدة من المبادرات الرائعة والغير مستغربة، حيث رعى معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان يوسف مدينة الرياض إطلاق الفيلم الوثائقي هورايزون، أحدث إنتاجات مبادرة كنوز بمركز التواصل الحكومي في وزارة الإعلام، وبدعم من الشريك الاستراتيجي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. وسيكون فيلم هورايزون متاحا للمشاهدة على عدة منصات محلية وعالمية ابتداء من 4 يناير من العام 2024، حيث حيعرض على منصة نتفليكس ثم تتبعها عدة منصات دولية. ويرصد الفيلم الوثائقي هورايزون جوانب الحياة الفطرية وتنوعها الأحيائي في المملكة، كما تم تنفيذ الفيلم وفق أفضل ممارسات الإنتاج الدولية عبر فريق عالمي متخصص في توثيق الحياة الفطرية بمشاركة 13 باحث سعودي في سعي من وزارة الإعلام إلى تسليط الضوء على كنوز المملكة البيئية. أكيد إحنا مكملين معاكم، لكن فاصل وراجعين لكم. واحد من المواضيع المهمة والرائعة واللي الكل فعلا أخذتها فرحة هذا الخبر، خصوصا مرتبط بأصالتنا وموروثنا، حيث أعلن مجلس الوزراء موافقته على تسمية عام 2024 بعام الإبل تأصيل لمكانة الإبل الراسخة باعتبارها موروث أصيل، ووصفها أيقونة ثقافية تمثل الهوية السعودية وتعكس قيمها الأصيلة. وقد توالت الأعوام السابقة بتسمياتها المتعددة، عام القهوة، عام الخط العربي، عام الشعر، ولكن ما هي الدلالات
من تلك التسميات. للحديث أكثر يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الاستوديو المتخصص بالتراث الثقافي السعودي الأستاذ أحمد المخيدش. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. يا هلا حياكم الله وأهلا وسهلا بك. يا هلا وسهلا أستاذ أحمد. إحنا اليوم يعني وظفنا أصالتنا وموروثنا من خلال تسميات هذه الأعوام اللي فعلا أخذت مكانة جميلة لاحظناها كثير وصلت لقلوب كثير من الجنسيات. كيف نقدر نتكلم عن هالدلالات لما نتكلم عن عام الخط، عام الشعر، والآن عندنا عام 2020 عام الإبل؟ جميل جدا. بالبداية أنا أرحب فيكم وأرحب بالسادة المشاهدين. بداية التسمية يعني سنة حسنة، تسمية أي شيء وفعل طيب، وهذه سنة حميدة. يعني ما شاء الله تسمية الأشياء، يعني أول آية في القرآن أو عفوا من أهم الآيات، وعلم آدم الأسماء كلها. فالأسماء شيء جميل أنك تربط أي شيء باسم معين، وعادة الأسماء موجودة عندنا قديما من أيام يعني من العصر الجاهلي، فهناك يعني أعوام وسنوات لكل سنة اسم معين حتى تحفظ، حتى أيضا تكون عنصر يعني يتفق عليها الجميع. فهذه سنة حميدة يعني اختطتها يعني مجلس الوزراء عندما كان سمى عام الخط ثم عام الشعر العربي، والآن نحن في عام العام المقبل عام الإبل. فهذه يعني تجمع جميع مكونات العناصر في هذا العام لبلورتها لمشاريع ثقافية وبرامج وأنشطة إن شاء الله ستسهم في إثراء والحراك الثقافي. جميل أستاذ أحمد. تدري شو الجميل فيها وعشنا التجربة فيها لما نتكلم عن عام الخط وعام الشعر وعام القهوة؟ عشنا التجربة بكل أدواتها وأساليبها وكأننا أول مرة نجربها. لا في عام القهوة لما بدينا في فعالياتنا عن القهوة السعودية، عام الشعر يعني أخذ صدى جدا رائع على مستوى، خلينا نقول مستوى العالم العربي، ويمكن حتى على وصل على مستوى عالمي، لأنه فعلا من الأشياء اللي تعبر عننا وجاذبة. عندنا كمان عام الخط، عام الخط يعني طلع بثورة جدا رائعة وتوظف يعني بطريقة فنية جدا، يعني ولقى دعم كثير من حكومتنا. اليوم كيف نقدر نحققها ونعيش المستهدفات اللي احنا فعلا نبغى نحققها من هالتسمية؟ وهذا هو الشيء الجميل، يعني عندما نربط هذه العناصر يعني عام الخط، عام القهوة، عام الشعر، والآن عام الإبل بموروثنا وبثقافتنا اللي هي يعني عنصر مهم في تكويننا كشخصية سعودية. يعني أحيانا بعض الناس ينظر لها الجوانب هذه أنها يعني عناصر تخلف أو عام الإبل أو عام القهوة، لا نحن نعتز فيها، هذا مكون وعنصر نفتخر فيه. يعني عام الخط العربي كان أكثر شيء المجال فيه هو العنصر الفني، ورأينا يعني لوحات جميلة صحيح، ومعارض جميلة فعلتها وزارة الثقافة في عام الخط، وحتى اكتشفنا موهوبين بالفعل. أيضا العام الذي يليه عام القهوة، يعني تخيلي القهوة في كل بيت، في كل منزل سعودي يتوجد القهوة، وهي رمز للضيافة ورمز للكرم. فلما يعني فعلناه وظهرنا بأنشطة وحتى مشاريع اقتصادية، يعني ظهرت شركات، ظهرت مزارع، انتقلت الرؤية إلى صناعة القهوة وإبرازها كعنصر ثقافي استفاد منها المجتمع. ثم عام السياح نعم، يعني أثرت فيها نعم، وموجودة في المملكة العربية السعودية خصوصا جنوب المملكة، وأيضا متنوعة وظهرت حتى يعني على المستوى التجاري صحيح، يعني ومختلفة بيئات المجتمع. ثم عام الشعر العربي، وأنا لي تجربة في عام الشعر العربي، كنت عملت في وزارة الثقافة في مهرجان حاتم الطائي للشعر، وكان مهرجان ثقافي جميل أقيم في منطقة حائل، وصراحة يعني جميع فئات المجتمع تعرفوا على الشخصيات الشعرية الكبيرة التي عاشت في هذه الجزيرة، وعاشت يعني نحن امتداد لهم، أسماء شعرية كبيرة. فيعني كانت سنة حسنة قامت بها وزارة الثقافة، وأيضا رأينا جميع المناشط، يعني الأعشى، البحتري، عفوا أمرؤ القيس، في وكل منطقة الشاعر الذي خرج منها.
فشاهدنا فعاليات ثقافية وشعرية. المنتظر إن شاء الله في المستقبل عام الإبل نفس الشيء، وإن شاء الله نرى يعني مثل هالنجاحات السابقة، يعني نشوفها إن شاء الله في عام الإبل. تعرف أستاذ أحمد، يمكنك أنت شفتها بعض القصص والتجارب لجنسيات غير عربية شاركت في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد، كانت لهم تجارب حلوة. يعني أنا أتذكر واحدة من القصص كانت لبريطانية مشاركة، كيف حبوها وإحنا يعني ما عملناها بالزخم اللي بإذن الله منتظر في عام 2024. إحنا كيف نقدر نتخيل تأثيرها على مستوى عالمي؟ إحنا نتكلم عن جنسيات غير عربية، والكائن هذا الكائن العظيم اللي ارتبط بديننا وارتبط بالعرب من قديم، يعني حيكون له جهود مكثفة بإظهاره بطريقة منافسة ما بين الناس. أنا أرجع هالشيء هذا لأنه عنصر من ثقافتنا ونحبه، يعني لم نستورد هذه الأشياء. عندما تخرج يعني عفو الخاطر، عندما تخرج أي شيء، يعني عامل الإبل، الإبل هذه جزء من ثقافتنا وعنصر مهم، بل أن أقدم النقوش الموجودة عندنا في المناطق الأثرية العلا، نعم، موجود فيها الجمال، موجود فيها الإبل. نفس الشيء القهوة، القهوة يعني ما يحتاج نجعل برامج، لأنها جزء وعنصر حقيقي من ثقافتنا. وفقط يعني دور وزارة الثقافة، وهذا دور عظيم جدا تقوم فيه وزارة الثقافة، لأنها تنفذ يعني أحد أهم مشاريع الرؤية، أنه تنمية حيوية، وطن مزدهر. هذه ما نراها على أرض الواقع، الإبل والقهوة. صحيح. والخط الشعر العربي، هذا جزء من ثقافتنا وعنصر من هويتنا. يعني دائما يقولون يعني يقولون هناك أشياء لا تشترى، هذه الهوية والثقافة يعني إذا كانت نابعة من بيئتنا ومن ثقافتنا فإنها ستنعكس إيجابيا. وهالأجانب يعني عندما ينبهرون بهالموروثنا، لماذا؟ لأننا لم نصطنع، هو جزء من هويتنا وجزء من ثقافتنا. الآن كل بيت سعودي يعني إما تجده مرتبط بالإبل. صحيح. أو يعرف أحد مرتبط بالإبل، بل إن يعني هذا هو موطن الإبل، الجزيرة العربية هي موطن الإبل. صحيح. فإظهارها للعالم سيكون سهل علينا، لماذا؟ لأنها جزء حقيقي مننا وفينا ومرتبطة معنا. تخيلت أستاذ أحمد أنه كيف ممكن تكون المشاريع الفريدة حتكون في 2024 عشان نبهر العالم فيها؟ إحنا الحمد لله بفضل الله يعني حتى الأفكار اللي تقدم لغاية الآن يعني أفكار فريدة غير مكررة، استثنائية جدا جاذبة. فهل كذا جاء عندك تصور أنه ممكن كيف يكون هالعام، غير أنه أصلا هالكائن كائن محبوب لنا؟ نعم. يعني مهرجان الملك عبد العزيز في الصياهد، نادي الإبل يقوم بدور كبير يعني، وتنظيمهم لهالمسابقة تنظيم رائع وجميل، والكل يشاهده، حتى اللي ما هو مرتبط بالإبل. صحيح. الآن يتابع ومتحمس ويعرف الألوان الإبل وأنواعها. لكن يعني لا يجب أن نكتفي فقط في مهرجان أو ندوة أو نشاط منبري، نريده يكون من المجتمع نفسه، ابن البادية أو الشخص المرتبط بالإبل، نريده يعني يشعر أن هذا العام يعني هو جزء فيه، من خلال يعني مثلا إقامة مثلا يعني مناشط ثقافية. وأيضا الصناعات الثقافية، الصناعات الثقافية مهمة جدا، والمنتجات الثقافية التي تخرج من طبيعة هويتنا ومن ثقافتنا، ويسمونها في علم الاقتصاد يعني الاقتصاد البنفسجي، هذه أكثر أثر للمجتمع وأكثر أثر حتى على مستوى الوظائف، على مستوى تفاعل المجتمع. يعني منتج الإبل عندما مثلا يحسن من إنتاجه، المزارع عندما يزرع الأعلاف، اللي يصنع الوبر، فهناك منتجات ثقافية كبيرة جدا، يعني ليست استهلاكية، هي منتجات صنعت من أبناء هذه المهنة وأبناء هذه الهواية، فتعود بالأثر كبير على المجتمع
ونراها ونشعر فيها. خلينا شوي نركز بفئة مهمة عندنا، خصوصا نحن يعني يهمنا كثير أن نحن موروثنا وأصالتنا تظل مستمدة، لنقول بإذن الله يعني لنهاية العالم. إحنا عندنا موروث وأصالة نعتز فيه كثير. الحين النشأ الجديد يوم يشوف هالعام ويشوف فعلا في كل مكان في تعزيز للإبل اللي هي فعلا مرتبطة فينا، كيف حيكون التأثير عليهم وكيف حيصب داخله ثقافة الإبل؟ ترى ثقافة الإبل مي سهلة يعني، وحتى كنا نحكي أنا وياك قبل الهوى قلت لك يعني لا من ناحية مسمياتها، لا من ناحية أتوقع حتى لها فصائل معينة أيوة. فالشيء هذا كيف حيعزز الثقافة بحيث تصير ثقافة مستمدة؟ والله يعني دائما أي شيء حقيقي سيكون أثره حقيقي حتى يكون تنفيذه سهل. يعني أنا أجزم أن المجتمع السعودي يعني كثير من فئاته مرتبط بالإبل، إما مالك للإبل أو محب للإبل أو هاوي للإبل أو حتى على مستوى الأسماء، يعني الإبل مرتبطة فينا. فقط يعني دور المرجو على وزارة الثقافة نادي الإبل أنه فقط أن يعني أبناء هذه المرتبطين في الإبل أن يكونون يعني جزء من هذه الفعاليات الثقافية، أيضا يعني على مستوى الشريحة الكبيرة يعني أبناء البادية اللي يعتاشون على هالإبل ويبيعونها ويربونها ويعانون منها، يعني ممكن وزارة الثقافة تقدم مبادرات يعني مثلا الأعلاف، أيضا الآن نشوف ممكن حتى تكون فيها فرص استثمارية. نعم على فكرة، وكذلك يعني المحميات الآن يعني ما شاء الله المحميات تقوم بدور كبير جدا، فمن خلال هالبرامج وهالمشاريع هذه راح يتولد أفكار جميلة، وأبناء اللي على قولتهم أبناء الإبل هم اللي الأقدر والأعرف ب يعني إظهار هالثقافة وعكسها للمجتمع. والآن نشوفهم بالصياهد يعني ما شاء الله في فعاليات حتى على المستوى الثقافي، على المستوى الرياضي، على المستوى نادي الهجن، في مناشط وفعاليات كبيرة جدا. فقط يعني عندما وضع مجلس الوزراء عام الإبل ليس المقصود فيه ندوة أو مؤتمر، لا، توجيه جميع الجهات الحكومية والأهلية إلى هالعنوان أو هالأيقونة الإبل، لأنها عنصر لهويتنا وثقافتنا. وإن شاء الله يعني نحن متفائلين دائما الإبل فعل خير للمجتمع إن شاء الله بإذن الله. كل الشكر لك الأستاذ أحمد المخيدش متخصص بالتراث الثقافي السعودي، شكرا على وجودك معنا وكلنا متحمسين لعام الإبل. الله يحييكم، وبهالمناسبة أنا أشكركم وأرسل تحياتي للوالد اللي علمنا حب الإبل والأخوان والجميع. الله يحفظهم لنا، هم أساس نقل هالموروث والأصالة. الله يحييك، شكرا لك. طبعا حننتقل لزميلتنا هدى. بقول لك الله يسامحك قبل لا أبدأ وأخبر مشاهدينا وش عندنا، خصوصا أنك يعني قاعدة على البحر ومأكولات بحرية ومهرجان يعني، ودائما دائما تستعرضين هالأمور الجميلة، ما قلتي لو مرة أرسل لها. يسعد مساك يا هدى، أتحفينا بالمهرجان الجميل اللي عندك، أحس أني أشم الريحة مع أن الصحن مو بعندي، تفضلي. ومساك أسعد أكيد نهى، ومسي عليك بالخير على كل مشاهدي القناة السعودية. بالتأكيد نهى مثل ما تفضلت يعني في المنطقة الشرقية وجود البحر، كل منطقة من مناطقنا سبحان الله فيها شيء مبدع وجمالي، وما شاء الله يعني بيواجه أكيد يعني يعني في إقبال كثير من المتنزلين والسياح. في البداية خليني أقول لك يعني عجبني حديثك نهى مع الضيف بتسمية، يعني الحمد لله نبارك لأنفسنا بتسمية عام 2024 بعام الإبل. بالتأكيد نهى أطل عليك من مدينة الخبر الساحرة وتحديدا من كورنيش الخبر، والذي يعد أحد أهم الوجهات السياحية في مملكتنا الحبيبة وفي دول الخليج، نظرا لما يتمتع به من مقومات سياحية جاذبة أهلته أنه يكون مكان للزوار والمتنزهين والسياح، لوجود مسطحات الخضراء، ملاعب الأطفال، مماشي والكثير من الخدمات. يحتضن كورنيش الخبر مهرجان المأكولات البحرية، هذا المهرجان اللي بتنظمه وزارة الثقافة ممثلة بهيئة فنون الطهي وبدعم من برنامج جودة الحياة. يقدم هذا المهرجان باقة متنوعة من الأنشطة والعروض والفعاليات،
كالمسرح والسوق البحري والمأكولات أكيد البحرية، ويشارك فيها العديد من العروض الفلكلورية تقدم، سواء عروض من خليجية سعودية أو حتى عروض عالمية، وبالتأكيد في مشاركين طهاه ومحبين مجال المطاعم والأكل البحري. بالتأكيد يسعدني أن يكون معنا مع أحد قصص النجاح في هذا المهرجان، وهو الأستاذ خالد العوهلي. أمسي عليك بالخير أستاذ خالد، وحياك الله معنا على شاشة السعودية. مساكم الله بالخير وحياكم الله، ونمسي على المذيعين في الاستديو وحياكم الله. يعطيك العافية. حضرتك يعني لو تكلمني عن قصة نجاحك، بداية دخولك في مجال المأكولات بشكل عام. قصة نجاحي بدأت تقريبا من الصفر، أنا ويا أم عبد العزيز ابتدينا من البيت، الحمد لله بدينا بالطهي والأكلات الخليجية، الناس حبت شغلنا، بديت من أن نبيع في أسواق سوق العزيزية اللي على البحر على الكورنيش، من هناك تقريبا بدينا، والحمد لله الحين أنا عندي 5 فروع مطاعم، واحد منهم من الرياض. ما شاء الله تبارك الله. طيب وقول يعني أكيد أنه واجهتكم عراقيل، عقوبات، صعوبات، كيف تحديتم هذه الصعوبات؟ الحمد لله يعني كانت في صعوبات بالبداية، أن الناس ما تتقبل الأمر هذه في الشيف السعودي، أن أول مرة يكون في شيف سعودي يبيع يعني الأكل الخليجي وهذا، بس الحمد لله الأمور تطورت، والحين الحمد لله أمورنا الحمد لله تمام زينة. طيب لأنها تحب الأكل البحري، ودنا نقول لها ونقول للسادة المشاهدين أبرز المأكولات البحرية اللي تشتهر في منطقة الخليج. الأكل الخليجي غني المأكولات الحلوة يعني، وفي قرب الشرقية من البحر يكون أكلهم كل تقريبا كله أسماك. عندنا مفلق الربيان هذا أساسي، عندنا موش الربيان، عندنا مطفي سمك، وفي ناس يسمي مرق سمك، وعندنا المطبق زبيدي، هذا من الأشياء المهمة، ويعني منها الأمور هذه يعني عدة أكلات يعني فيها منها أسماك وفي منها مو أسماك يعني غير الأسماك. طيب كيف وجدت إقبال خاصة غير العرب المأكولاتنا الخليجية تحديدا؟ احنا الأكل الخليجي يهتم بالبهارات والأشياء النكهات الجميلة، ولما يذوقونها يعني الأجانب ولا هذا يستمتعون في الأكل اللي قاعد يأكلونه، عشان كذا أكلنا يصير دارج عندهم. إيه ما شاء الله. أيه. جميل. طيب ودي يعني مثلا حضرتك بما أنك أنت يعني صار لك يعني مجال فترة في مجال الطبخ الخليجي، نصيحة توجهها للشباب اللي حاب أنه يدخل في مجال الطبخ وفي مجال المأكولات بشكل عام. موضوع الأكل والأكل الخليجي، الأكل عامة، أنه يعني في مثل بحر كبير، بس لازم يكون يعني الشباب يكون عندهم حب للهواية الشيف أو حب للأكل، ها، وعشان يبدعون فيه. أنا أقول يعني للإبداع أن يطلعون من خارج الصندوق، لا يعني ما يركزون على شيء معين أو هذا، يكون يعني في أشياء يقدرون يسوونها ثانية، يعني يبتكرون أشياء جديدة في الأكل الخليجي. يعني تكون مثل الأطباق الرئيسية أو المعروفة وينتجون منها ويطلعونها أطباق مختلفة. نعم. تعود إلى فكرة وابتكار كل شيف يعني. نعم صحيح، هو مثل ما قلت إذا صار شيف ويحاب مهنة الشيف والأكل وهذا يبدع فيها، يدخل مثلا السبايسي بالأكل، يزيد مثلا بهارات، يزيد كركم، يزيد شغلة يعني يغير الطبق كامل يعني. أي. ما شاء الله. فهذا يكون إبداع من الشباب أنهم يطلعون لي قدام بعد. إيه كل التوفيق لك أستاذ خالد ولكل مشاركين، يعطيك العافية. حياك الله والساعة المباركة، حياكم الله يا أخي. أهلا وسهلا. أكيد نهى مثل ما شفنا يعني هذه الأطباقنا الخليجية المتنوعة، نفخر بمكانة مطبخنا السعودي وما يحتوي من إرث عميق من خلال أطباق تراثية متنوعة. بعض هذه الأطباق سجلت في اليونسكو كرز الحساوي، مفلق الروبيان والهريز، يعني الحمد لله يعني أطباقنا الخليجية وصلت إلى العالمية، وهذا المهرجان بيقدم العديد من المأكولات البحرية، وبالتأكيد مثل ما أنت عارفة نهى
القيمة الغذائية اللي يمثلها الأكل البحري. وممكن الدكتور محمد الأحمد يقول لنا على بعض النصائح وبعض الفوائد الغنية اللي موجودة في المأكولات البحرية. صديقتي هدى، يعني القيمة الغذائية للمأكولات البحرية فعلا سبحان الله، خصوصا أنه في بعض المصادر مي موجودة فيها. لكن تعالي هدى بغسألك بغض النظر عن هالموضوع، أنت وش طقوسك في سفرة السمك وكبسة الصيادية؟ خليك صريحة، وش تحطين معها؟ ترى عفوا ما سمعت السؤال. أقول لك هدى، أنت كيف ترتيب الصيادية لما تحطين؟ أكيد ما تحلى إلا بالسبايسي بالشطة الحار. لا خليك من الشطة، فيها أشياء ثانية اعترفي، لا تسوي لي فيها يعني عشان على قولي احكي إيش في أشياء كذا جميلة ولها صوت. لا هدى وين راح البصل الأخضر يا هدى؟ وين راح الجرجير؟ وين راحت الطحينة التراثية جميلة؟ أكيد هذه الأطباق الجانبية بلا شك يعني مهمة جدا. لا تقولي أطباق جانبية، قولي بصل أخضر. أكيد يعني لا غنى. هدى لا تقولي أطباق جانبية، قولي بصل أخضر عشان الناس تعرف تتخيل كيف السفرة. أتفهم معك بعدين، يعطيك العافية هدى، وشكرا لضيفك الكريم، ما قصرتوا. الحمد لله بأطباقنا. طبعا 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 يا هدى، طبعا اكيد اطباقنا الحمد لله يعني الهمت العالم واخذت ذائقتهم، وشفناها كثير، لا من ناحيه اعتماد منظمه اليونسكو ولا من ناحيه حتى السياح يجون عندنا وتلهمهم لذه اطباقنا. شكرا لك زميلتنا هدى الغامدي، واكيد احنا مستمرين معاكم، لكن عندنا فقرتنا الاسبوعيه الرائعه الجميله اللي دائما تسند حياتكم الصحيه، فقره صحه حياتي، لكن بعد الفاصل. زملائنا اللي دائما تسعدنا واكيد تسعدكم، حننتقل لزميلنا سعد اسناني موجود بالمدينه المنوره، ينقلنا واحده من المبادرات، مبادره رعايه الطيبه، حنتعرف عليها وعلى فريقها القايم على جهودها. يسعد مساك يا سعد، اعطينا جمال المبادره اللي موجوده عندك. ومسائك نهى ومساء كافة المشاهدين في قناة السعودية. طبعا هذه المبادرة هي مجموعة من الشباب أطلقوا هذه المبادرة لتفعيل دورهم وتثقيف المجتمع في الرعاية الصحية، خاصة في الأماكن الزراعية وفي المزارع وفي الأماكن السياحية التي يرتادها أهالي المدينة وزوار المدينة المنورة. هذه المبادرة تقدم للزائر من الرعاية الصحية الأولية وأيضا التثقيف، وتقدم بحلول حقيقة ابتكارية جميلة وجديدة. نبغى نتحدث عن هذه المبادرة أكثر، يسعدنا أن ينضم معنا الدكتور محمد الجهني وهو المشرف العام على هذه المبادرة. دكتور محمد في البداية مساء الخير، لو تحدثنا عن فكرة هذه المبادرة. ونحن اليوم نقف في مزرعة المربد السياحية. حياكم الله وتشرفنا في تواجدكم اليوم معنا. إحنا في مبادرة رعاية طيبة لرعاية زوار وأهل طيبة، متواجدين في مزرعة المربد اليوم لتقديم الخدمات الطبية الإسعافات الأولية لزوار المزرعة. هذا جزء من دورنا الاجتماعي في القطاع الخاص وتفعيل دورنا في خدمة المجتمع، ولدينا برضو حلول وإظهار حلول ابتكارية جديدة في الخدمات الطبية لجميع الفئات اللي تزور المنطقة المزرعة، ونقدم الكثير من الحلول والخدمات الطبية كمبادرة مجتمعية. اليوم انتم ما شاء الله المبادرة هذه على مستوى المدينة المنورة، ايضا نشاهد الخدمات التي تقدمونها في مزرعة المربد، حدثنا عن هذه الخدمات بالتحديد ونحن نتواجد اليوم في هذه المزرعة. يا مرحبا. الحمد لله الان في الاجواء الحلوة هذه الناس تكثر طلعاتهم من عوائل وزوار في منطقة المدينة، ومع كثرة الخرجات والتمشيات الأطفال أحيانا يتعرضون إلى إصابات وهذا شيء طبيعي. دورنا طال عمرك في تقديم الرعاية الطبية الأولية للمجتمع والأشخاص المصابين في مزرعة المربد، وهذا دور يعني نفخر فيه، وعندنا كثير من المبادرات في الفترة اللي عدت في حكم أن لنا مشاركات مجتمعية بشكل مستمر. اليوم نشاهد حقيقة مرتدي هذه المزرعة من السياح من داخل المدينة ومن خارجها، كيف يشوفوا هذه المبادرة وكيف انطباعهم حينما يشاهدوا الخدمات الطبية تقدم لهم في المكان السياحي مباشرة؟
الانطباع جدا ممتاز وجميل، وهذا جزء من دورنا في نشر الوعي والتثقيف الصحي وإظهار مستوى الخدمات الطبية المختلفة المقدمة في المدينة المنورة بشكل جدا مختلف، في إظهار حلول أعمال طبية حديثة مثل الخدمات الطبية المنزلية وتقديم الخدمات في أماكن تواجد الأشخاص طالبي الخدمة، وهذا دورنا اليوم الموجودين فيه. الدكتور محمد الجهني وأنت المشرف العام على هذه المبادرة، شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. إذن نهى، هذه المبادرة حقيقة مبادرة رعاية الطيبة التي يقدمها شباب المدينة المنورة لكل من يزور المزارع السياحية في المدينة المنورة، وأيضا كل من يزور المناطق السياحية في المدينة المنورة من داخل المدينة ومن خارج المدينة. هم يعني شباب يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني نظروا على أنفسهم لخدمة المجتمع وتثقيف المجتمع طبيا وتقديم حقيقة حلول طبية ابتكارية جميلة حديثة. هذا ما كل ما لدي نهى. أعود إليك سعد، أبغى أسألك وش أكثر مشروب مرتبط بالشتاء عندك تبدأ فيه أول ما يبرد الجو؟ والله شوفي، احنا في المدينة عندنا السحلب. السحلب هو المشروب حقيقة الشتوي. ممتاز. لكن اليوم نعم، لكن اليوم نشاهد في هذه المزرعة مشروبات جديدة وجميلة من تمور المدينة ومن عجوة المدينة. يعني هت، تخيل أمس أنا شربنا هت عجوة، تخيل مشروب اسمه هت عجوة. يا سلام. يعني الهت هذا من العجوة. يا سلام. طبعا سعد تابعنا الآن، معنا البروفيسور محمد الأحمدي، حنتكلم عن هالمشروبات حتستفيد منها كثير. يعطيك العافية، شكرا سعد. طبعا جت فقرتنا الرائعة الجميلة اللي كلنا ننتظرها عشان نعرف خفايا كل الاستفهامات اللي ممكن تكون عندنا بمجرد يبدأ الشتاء ويبدأ الجو يتغير. تجي على بالنا كذا مشروبات ارتبطت فينا، طبعا كل واحد وش يفضل وش يحب. يعني في أشخاص مثلا يحبون الزنجبيل، في ناس عندهم يعني ثلاجات أو ترامس القهوة والشاهي تصير على مدار اليوم، ممكن القرفة تكون موجودة. طبعا الزنجبيل يكون دائما حاضر خصوصا لما يعني تنتشر الزكمة والإنفلونزا وغيرها. لكن ممكن تكون في مشروبات يكون لها الجانب السلبي أيضا حاضر، أما بسبب طريقتنا أو سلوكنا أو حتى ممكن المشكلة من المشروب نفسه. حنتكلم أكيد عنها ونتعرف عليها ونشوفها ما بين الفائدة والضرر مع البروفيسور محمد الأحمدي، أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. مساء الخير. مساء الخير نهى، حياك الله. دكتور كيفنا مع الزنجبيل؟ الزنجبيل رائع جدا. تبين نبدأ في الزنجبيل مباشرة؟ نبدأ في الزنجبيل. طيب، واحدة من المشروبات اللي يوصى فيها في المجال الصحي هو الزنجبيل، خاصة الآن في الأجواء الشتوية الرائعة الناس تبحث عن المشروبات الصحية، فالزنجبيل رائع جدا في كل شيء، ليس ترى في المشروب، في الطعام، في الشراب أيضا. بالمناسبة بعض أهلنا في السعودية يستخدمون الزنجبيل في القهوة، القهوة السعودية. صحيح. في الجنوب، أهلنا في الجنوب يستخدمون الزنجبيل بشكل مباشر. يعني صناعة القهوة السعودية في المنطقة الجنوبية واحدة من مكوناتها الزنجبيل. طبعا يختلف عن المنطقة الوسطى عن المنطقة الشمالية، لكن هذا رائع جدا. هذا يؤدي إلى اكتسابهم فوائد صحية أكثر، لأن الزنجبيل إضافته إلى المشروبات رائع جدا. كثير من الدراسات العلمية أجريت ترى على الزنجبيل، وجدوا ينهى أنه يساعد في عمليات الهضم بفعالية رائعة جدا، أيضا يحرك ويزيد من حركة الطعام داخل المعدة والجهاز الهضمي. له فوائد حقيقة كثيرة في تخفيف الغثيان، تشجيع المعدة على تفريغ الطعام أو تفريغ هذا الشراب. حرقان دكتور؟ شوفي، الحرقان قضية ثانية. هل تقصدين أن الزنجبيل يؤدي إلى حرقان؟ لا. طيب، يخفف منه الحرقان. شوفي، إذا الحرقان اللي يتم الشعور فيه هناك مشكلة صحية، عليه أن يقوم بالتشخيص الصحيح ولمعرفة ما السبب. هو السبب صحيح. إيه؟ لأن بعض الأحيان ترى هناك أطعمة ومشروبات
تزيد. لذلك يجب أن نعرف وين المشكلة. الجهاز الهضمي طبعا يبدأ من الفم إلى منطقة الإخراج، يعني جهاز كبير جدا، يجب أن يعرفون وين المشاكل التي تحصل فيه، ليس جهاز ترى بسيط، من أكثر الأجهزة المعقدة. جميل، خليني أنا أعطيك وأعطي المشاهدين والمشاهدات أفضل 8 مشروبات ساخنة صحية، وهذه منشورة في أفضل المنظمات الطبية الصحية على المستوى العالمي. 8؟ نعم هي 8. أولا الشاي بالزنجبيل الطازج، هذا رقم 1، عشان كذا أنت بدأت فيه. صح، لأن في باودر. صحيح، إيه؟ الطازج، شاي الزنجبيل الطازج هذا رقم 1. شاي الفواكه، أي نوع من الفواكه، شاهي فواكه مخصص. شاي النعناع الطازج، كان تقريركم من أين يعني؟ من المدينة المنورة. أفضل نعناع ممكن نحصل عليه في السعودية وفي العالم، في العالم هو في المدينة المنورة. دكتور، توازي الثانية الدوش الحباق توازيها؟ يعني يعتبر من النعناع؟ يعتبر جميل. نعم يعتبر، يعني سواء الدوش أو النعناع، طبعا في المدينة يسمونه حساوي أو حتى يسمونه إيه، لأن في مسميات، في أنواع أعشاب عطرية. نعم، فعلا هذه كلها رائعة جدا. شاي النعناع الطازج قلنا، هذا 3. الرابع طبعا أنت تعشقينه دائما، هذا الشوكولاتة الساخنة، لكن شوكولاتة طبيعية ساخنة يتم تذويبها، تسخينها، ثم إما إضافة الماء أو الحليب إلى هذا المشروب الرائع. القهوة، معلومة مفرحة، الليمون الساخن، الشاي الأخضر، والشاي العادي اللي احنا نسميها الأسود. خليني أعيدها مرة أخرى نهى بسرعة: شاي الزنجبيل الطازج، شاي الفواكه، شاي النعناع الطازج، شوكولاتة الساخنة، القهوة، الليمون الساخن، الشاي الأخضر، والشاي العادي. هذه 8 المشروبات الساخنة التي يتم التوصية بها، ترى من مؤسسات طبية وصحية عالمية، يعني ما هو من رأسنا، هذا يوصى فيها. لاحظوا أنها طبيعية، يعني كلها اللي ذكرناها نتفق على مبدأ أن المواد المستخدمة فيه من الطبيعة، وهذا اللي دائما نوصف. ومليانة مضادات أكسدة دكتور، رائعة جدا. رائعة جدا، إذا نستمتع فيها. طيب دكتور، خليني أسألك معليش، لأنه دائما في تضارب بين موضوع فايدة الزنجبيل، فريش أفضل منه باودر، في ناس تفضل الباودر، هل في فرق بينهم؟ في فرق كبير جدا. اللي ينصح فيه في المجال الصحي دائما الطبيعي، دائما الطبيعي رائع جدا في كل شيء، بما في الزنجبيل. الزنجبيل الطبيعي أفضل من البودر، ولكن هل الآن نحن نجد دائما الطبيعي؟ لا، ينتهي بسرعة، يخرب بسرعة. صحيح. لذلك الصناعات تطورت كثير وصنعت منه بودرة. البودرة هذه نستطيع أن نستخدمها متى ما نشاء، تبقى يعني بفترة طويلة، حفظها سهل. لكن إذا سألت أيهما أفضل، الطبيعي أم البودرة؟ طبعاً الطبيعي رقم 1، لكن إذا ما كان موجود البودرة ما ينفع، هي البديل. ينفع البديل نستخدمه. نعم. أيضاً في مشروبات أخرى نهى اسمها المشروبات الصحية للقلب، ويقول لك بخلاف الماء. إيش معنى بخلاف الماء؟ معنى إضافة الماء. الماء لا يوجد أفضل من الماء. صحيح. كمشروب لا يوجد، يعني حتى 8 اللي ذكرناها لاحظوا أن مكوناتها أساسها الماء. صحيح. يعني القهوة أساسها الماء، الشاي أساسه الماء. لذلك المشروبات الصحية للقلب بخلاف الماء عندنا يسمى الماء الفوار، وهذا تحدثنا عنه يعني. الماء الفوار يعتبر جيد إذا أضيف له بعض الفواكه، قطع الفواكه، بعض الأعشاب. صحيح. النعناع رائع جدا. الحليب النباتي المضاف إليه الكالسيوم، وهذا حليب نباتي مثل حليب فرضا الصويا، حليب الجوز، حليب اللوز، رائع جدا هذه. أيضا الشاي، القهوة، وأخيرا كوب صغير من عصير الفاكهة أو الخضار 100% طبيعي، ومقداره فقط 125 ملي، فقط 125 ملي. هذا الحجم يا نهى صغير جدا، اللي هو تقريبا ربع الكاس. ربع الكاس فقط. إذن هذه المشروبات يطلق عليها المشروبات الصحية
للقلب. طيب دكتور، الحين المشروبات الساخنة، ولو تفتكر تكلمنا في الموضوع لما قلنا أنه درجة الحرارة الجسم تنزل فيبغى التعويض، هل حبنا للمشروبات الآن خصوصا في الشتاء نتيجة البرودة اللي نحس فيها، ولا خلاص صار سلوك عندنا؟ الساخنة ولا بشكل بالضبط؟ لا لا، نتكلم عن الساخنة اللي هي لها الفائدة. لا هذه. لا، الساخنة لها ارتباط في الأجواء. الإنسان يريد الدفء، سواء الأماكن الدافئة كالفراش، كالبطانية، كالدفاية، كالماء الساخن، الماء الدافي، يعشق التدفئة لأن الإنسان يبحث عن التدفئة، لذلك يريد أن يشرب المشروبات الساخنة فيشعر بالراحة. أضف إلى ذلك الجلسات الحميمية اللي مع الأصدقاء، مع العائلة، كل هذه تحتاج إلى مشروبات، وعادة إذا كان الجو بارد الناس تلجأ إلى المشروبات الساخنة، ما تلجأ إلى المشروبات الباردة. لكن أيضا نحن تحدثنا عن الأشياء المفيدة، لكن أيضا هناك بعض المشروبات التي لا ينصح فيها، لكن لا ينصح فيها قبل النوم، خاصة في الشتاء. الناس اللي يعشقون النوم ليلا في الشتاء ولا يريدون أن يشربون مشروبات قد تعيق من إيش عملية النوم عندهم. هل في؟ نعم، أولها يعني الدمار هي الكحول. طبعا لماذا نحن نذكر الكحول؟ لأن هذه دراسات علمية، والدراسات العلمية معظمها غربية، فتتحدث عن ما هو موجود ومنتشر عندهم. الكحول منتشر عندهم، لذلك الكحول واحدة من المشروبات التي تؤخر من النوم، بل تتعارض مع عملية النوم، غير جيدة. أيضا القهوة، مشروبات الطاقة، والصودا. الصودا هي المشروبات الغازية لأنها مليئة بالكافيين. هذه الأربعة، كحول، كافيين، قهوة، مشروبات الطاقة، ومشروبات الغازية، هذه مضادات، هذه تجعلك لا تنام، تجعلك لا تنامين أبدا أبدا. يعني لا يمكن أن الإنسان فرضا يتعشى ويأخذ المشروب مشروب غازي، أو للأسف الشديد بعد العشاء أنا أروح إلى كافي وأشرب فرضا بلاك كافي، ما تجي. يعني حقيقة عشت في الغرب كثيرا النهى، نادرا ما أجد كافي ترى مفتوح ليلا، ما فيه، ما أجد كافي مفتوح ليلا إلا إذا واحد من الكافيهات المشهورة عالميا، وهذه موجودة عندنا، براند مشهور من أمريكا، واللي تكون خدمات 24 ساعة. هذا إيه، وهذا موجود في أماكن محددة، يعني في محطة قطار، محطة بنزين، محطة تكون أماكن خدمات فقط. حتى عندنا القهوة السعودية ترى ما نفضلها إحنا في الليل، رغم أنها ما تسهر، صحيح، لكن دائما في بداية اليوم نحب نشربها. صحيح صحيح، يعني حتى لو عدنا للخلف قليلا إلى آبائنا وأجدادنا ما يسوون القهوة ليلا. صحيح، القهوة السعودية لا يتم عملها ليلا، هذه من سلوكياتنا الرائعة جدا اللي للأسف الشديد فقدناها. ماذا اكتسبنا؟ قهوة مختصة. طيب إذا أنت راعي كيف وراعي قهوة، أهل القهوة ترى ما يشربونها ليلا، صباح القهوة صباحا، لأن هي منعشة محفزة، يعني تعطي طاقة أنت ما تحتاجها في الليل. في الليل أنت الآن مهيئ ليش؟ أنك تنام. بالضبط، مهيئ أنت لكي تنامين. تروحين كافي، هذا معناته مباشرة أعرف أن سلوك حياتك غير صحي. أصلاً دكتور، حتى اللي يعرف التعامل مع القهوة، التعامل الصحيح وتوقيتها، لما يشربها في الليل يلاقي نفسه لا تقبلها لا على المستوى النفسي ولا على مستوى دماغه، تلاقيه فجأة صدع جاهزي التوتر. صحيح، حتى على مستوى الجسم. طيب هل في حل؟ أنا عندي حل لأنها إذا أردنا، إذا نحن مجبرين حقيقة أن نتناول شيء فيه يعني من مشروبات القهوة، نأخذ الديكاف. الديكاف بمعنى منزوع الكافيين، ديكافينيتد كافي، ينزع الكافيين ويصير تقريبا 1%. هذا أقل شيء ممكن نعمله. لا نأخذ القهوة العادية، يجب أن نطلب قهوة منزوعة الكافيين، وهذه يوفرونها ترى بعض الكافيهات. بعض الكافيهات يقول لا، احنا قهوة مختصة وهذه غير جيدة وهذه تعطي. طيب انت تقدم القهوة المختصة الرائعة هذه في الليل، وهذه ما يشربها حقيقة عاشقين القهوة.
دكتور، طيب سؤال أخير، ودائما أنت أسئلتك ما تعي أسئلتي أي والله لا تعرف دكتور، ترى والله جبته من كلامك. طيب. تذكر لما حكينا عن موضوع أنه الواحد يعني تزيد شهيته في الشتاء بسبب أنه يحتاج يستعيد؟ خليني أقول لك، عرفت وش تقصدين يا نهى. أيوة. نعم نعم، للأسف الشديد معظم سعراتنا الحرارية الناس ترى تأخذها من المشروبات للأسف الشديد. المشروبات اللي الآن تقدم في الكافيهات في بعض المطاعم تصل إلى 800 سعرة حرارية، ترى هذه مقدار وجبة أنت تأكلينها. الناس صاروا يأخذون سعراتهم من المشروبات، وهذا لزيادة الوزن والسمنة زادت عندنا بشكل كبير. طيب الزنجبيل يساعدني على السيطرة على الشهية؟ الزنجبيل؟ إيه، يعني بدل ما أنا قاعدة مثلاً وقاعدة تجاوع طول الوقت وقاعد أخذ مشروبات ساخنة، جسمي كأنه قاعد يعوض طاقة على الدفء. طيب شوفي، أنت تحتاجين أنك تأخذين سعراتك الحرارية اللي يكفيك في اليوم الواحد. هذا لازم، هذا أساسي. إذا خلصتي رائع جداً، السعرات تكاد تكون صفر وهمية من المشروبات. إيه؟ مشروبات الزنجبيل، استمتع فيه بدون تأنيب ضمير. كل الشكر لك البروفيسور محمد الأحمد، استاذ السيولوجي الجهدجان، وسعت صدورنا اليوم في شوكولاتة ونقدر نعوض ونخدع الجسم بالزنجبيل. فاصل وراجعي لكم. طعم جالكسي الرائع يكون أروع بفعل الخير. بحلول عام 2030 نلتزم بمساعدة مليون شخص بما فيهم النساء وأسرهم حتى نشارك بنجاح مجتمعاتهم. قطع من متعة شوكولاتة جالكسي الحريرية تنشر الأمل. جالكسي، عيش متعتها يعيش تأثيرها. جالكسي فلوتس، متعة القرمشة تغمرها متعة جالكسي. أخ الألم سببه التسوس، بس أنا أفرش أسناني بانتظام. غيري لفرشة أورال بي الكهربائية ومعجون أورال بي، مقارنة بالفرشة العادية اللي تترك نصف الجير. أورال بي الكهربائية برأسها الدائري تحضن كل سن وتوصل لأصعب الأماكن بحركة دائرية أكثر بثلاثين مرة من الفرشة العادية، وتزيل حتى 100% من الجير. استخدميهم سوى لمنع التسوس. غيري الأورال بي الكهربائية ومعجون أسنان أورال بي وودع التسوس. هذه اللحظة اللي يبدأ فيها سكامي يخف وابقى قادرة أخذ نفس عميق مع بانادول كولد أند فلو، وشعر بمفعول بخاري منثول في 15 ثانية. تخفيف الزكام يبدأ ببانادول. هل تشعر بتنميل وخدران؟ قد تكون هذه علامة على وجود تلف في الأعصاب. نيوروبيان يساعد في التخفيف من أعراض التنميل والخدران نتيجة نقص فيتامين باء. نيوروبيان. هذه اللحظة اللي يبدأ فيها سكامي يخف وابقى قادرة أخذ نفس عميق مع بانادول كولد أند فلو، وشعر بمفعول بخاري منثول في 15 ثانية. تخفيف الزكام يبدأ ببانادول. واحدة من الخدمات الرائعة، حيث دشنت الإدارة العامة للتعليم بجدة أسطول حافلات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التربية الخاصة بالتعاون مع شركة رافد للنقل. طبعا الحديث أكثر ومعرفة التفاصيل معنا عبر الهاتف مدير إدارة خدمات الطلاب بتعليم جدة الأستاذة صالحة الأسمري. أهلا وسهلا فيك أستاذة صالحة، حياك الله. الله يحييك. أهلا وسهلا فيكم. الله يعطيكم العافية على هذه الخدمة. ودنا تكلمينا أكثر عن فكرة أسطول النقل. أولا أشكر الاستضافة، حياك الله. وبالنسبة لخدمة النقل المدرسي، هي خدمة مقدمة للمدارس الحكومية من شركات نقل تعليمي وتحت رعاية وزارة التعليم، يتم من خلالها نقل الطلاب وتيسير وصولهم من البيت إلى المدرسة وبالعكس بوسيلة نقل مناسبة تتوفر فيها عناصر السلامة وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من مشرف النقل في المدرسة الحكومية. تقدم هذه الخدمة طبعا برسوم سنوية رمزية باستثناء الأسر الضمانية وطلاب التربية الخاصة، حيث تقدم لهم الخدمة مجانا.
جميل. أستاذ صالحة، مين هي الفئة المستهدفة من هالخدمة اللي استحدثتوها؟ جميع هذه الخدمات هي عفواً ليست خدمة مستهدفة، هي خدمة مقدمة من أكثر من 10 سنوات. بالنسبة للفئات المستفيدة من هذه الخدمة، هي خدمة متاحة لجميع الطلاب بالمدارس الحكومية سواء كان تعليم عام أو تربية خاصة. جميل. طيب كيف آلية الاستفادة منها بحيث يعني الأهالي فعلاً يستفيدوا من هالخدمة؟ الآلية بسيطة جداً، والخدمة متاحة من خلال دخول ولي الأمر لحسابه في نظام نور وتقديم طلب خدمة نقل، ومن ثم يتحول الطلب لشركة تطوير النقل التعليمي رافد لدراسة الطلب والشموع. جميل. طيب دكتورة، نبغى منك كلمة أخيرة حابة تقدمينها اليوم الأهالي طلاب وطالبات التربية الخاصة. حقيقة خدمة أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة والاهتمام بهم ورعايتهم هو توجه دولة، وجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع هو أحد أولويات رؤية المملكة 2030، ونحن نسعى دائما ونعمل من خلال هذا التوجه وهذه الرؤية بشكل يضمن حصولهم بإذن الله على هذه الخدمات بكل يسر وسهولة، وكذلك تقديمها بجودة عالية ما أمكن. مباركة جهودكم. نشكر ضيفتنا مديرة إدارة خدمات الطلاب بتعليم جدة الأستاذة صالحة الأسمري، شكرا جزيلا لك. حننتقل لموضوع ثاني، وواحدة من الوقفات الإنسانية المملكة في لفتة إنسانية طبعا ما هي غريبة على مملكتنا الغالية، جسدت من خلالها ما تتحلى به البلاد من إمكانيات طبية متفوقة وحس إنساني تجاه كل محتاج حول العالم. جاء الأمر السامي بنقل التوأم السيامي الإرتيري أسمى وسمية قادمان من مدينة أسمرة قبل أيام، ونقلهم فور وصولهم إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية التوأم السيامي ونقلهما إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي. طبعا هي بدأت فور صدور الأمر السامي الكريم من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة دقيقة من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل الطفلين لأسمى وسمية لبحث إمكانية الفصل، من حيث تم التنسيق يعني بين البلدين عبر مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، والحمد لله تم نقلهم عبر الإخلاء الجوي السعودي ووصلوا يوم الأحد الماضي ولله الحمد والحاجة. جميل. دكتور، ودنا نتعرف على الحالة أكثر، أكيد الآن في تشخيص وتقييم لحالتهم، يعني مبدئيا ودنا نتكلم عن حالة أسماء وسمية ومقارنتها بالحالات اللي كانت لها وقفة إنسانية المملكة تجاههم بفصلهم وقيامهم بالعافية. طبعا التوأم يبلغ من العمر 10 شهور، طبعا هنا منذ وصوله يعني بدأت رحلة التقييم من أخذ التاريخ الأسري والفحص السريري، تم إجراء بعض الفحوصات المخبرية واستشارة بعض التخصصات مثل القلب والأعصاب لتقييم الحالة من جميع الجوانب. طبعا يتبقى الأسبوع القادم طبعا أهم فحص وهو الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي للدماغ وتصوير الأوردة والشرايين الدماغية لحيث منطقة الاتصال، وهذه راح تعطي صراحة الضوء الأكبر في مدى درجة تعقيد العملية. جميل. دكتور، احنا نتكلم عن لفتة إنسانية عهدناها والتمسناها من مملكتنا الغالية، خلينا نتكلم عن العمليات، عددها، الطاقم الطبي خلف هذه الإنجازات الطبية اللي يشهدها العالم. طبعا الحالة إن أراد الله كان في إمكانية الفصل راح تكون الحالة رقم 60 في البرنامج اللي بدأ الآن له من التسعينات الميلادية القرن الماضي، يعني نتكلم عن أكثر من خبرات 3 عقود متراكمة ما شاء الله. طبعا من ناحية الرأس هي الحالة السادسة، فيها 5 توائم سابقة في منطقة الرأس تم إجراءها بنجاح ولله الحمد. الفريق الطبي يعني هو يعني برعاية معالي الدكتور عبد الله الربيعة متعدد التخصصات جله من السواعد الوطنية، نتكلم عن العملية الواحدة تحتاج تقريبا 35 إلى 40 من الطاقم الطبي والتمريضي اللي يجري هذه العمليات، ولله الحمد بنسبة نجاح كبيرة. جميل. دكتور، خلينا نتكلم شوي يعني عن التأهيل النفسي، ودائما هذا الإجراء ما يخلى عندكم بالتواصل مع الأهل واهتمامكم فيهم أيضا نفسيا سواء قبل العملية أو حتى بعد العملية، خبرونا كيف الوضع، كيف تقبلهم، كيف تفاؤلهم، كيف رضاهم بأي قدر ممكن يصير للتوائم؟ طبعا الفريق الطبي والفريق الجراحي يعني متمرس على يعني القيام بهذه الأمور. طبعا
طبعا منذ الوصول، يعني احنا ما يخفيك انه انتقال بالذات اللي من خارج المملكة، هو طبعا مجرد الانتقال من والعيش من بلد الى بلد والبدء في رحلة طويلة من الفحوصات والعملية ومرحلة ما بعد التمنية، طبعا فيها بعد عن الاهل. ف عندنا فريق من الرعاية الاجتماعية يتم دعمهم نفسيا وماديا ومن ناحية الإعاشة والحرص على توفير جميع سبل الراحة، حتى لما يجون ذويهم ويكون في أطفال في سن الدراسة يتم التأكد من شمولية التعليم للأطفال الآخرين اللي خارج موضوع العملية. ولا فيك يعني لا فيك يعني حتى العمر الطفل والأهل، كل هذه تلعب دور في مسألة مدى التقييم النفسي والتعامل مع الطفل أحيانا مباشرة إذا كان في سن يسمح له بفهم الأمور، لأنه لما يكون متصل عندنا في صدمة ما بعد الانفصال هذه لها فريق متخصص بالتعامل معها والتأكد من العملية قبل وأثناء وبعد العملية بسلاسة، بحيث أنه يكونون الأهل والمرضى متقبلين للشكل الجديد بعد العملية. الله يعطيكم العافية دكتور، احنا نسعد دائما بتجاوبكم معنا ومعرفة كل جديد في الحالات، ونتمنى بإذن الله نفرح بالنجاح القريب لفصل الصيامي بإذن الله. أسماء وسمية، شكرا لك استشاري طب الأطفال لذوي الحالات المعقدة مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال الدكتور حمد الخلف. فاصل أخير ونرجع لكم. ومباشرة ننتقل إحنا وياكم لوحدة من المزارع الجميلة في قرية آل يوسف مع زميلنا أحمد عسيري. يسعد مساك أحمد، الأجواء الريفية وصوت الهواء وجمال المنظر عندك أتحفنا أمتعنا. أهلا نها، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين، تحية أبثها لك عبر شاشة القناة السعودية، حيث أتواجد الآن في مدينة أبها وسط هذه الأجواء الباردة، وتحديدا أنا في مزرعة الليوان، هذه المزرعة والتي تحتضن العديد من الخدمات السياحية الجاذبة. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي المرشد السياحي الأستاذ تركي البشري. أستاذ تركي راح فيك عبر شاشة القناة السعودية، ولعلك أن تحدثني عن السياحة الشتوية. حياكم الله، ويوم سعيد أن نخرج عبر شاشتكم الغالية على قلوبنا من مكان أبدع فيه شبابنا، وكل يوم شباب عسير يفاجئونا بمنتج سياحي رائع جدا. السياحة الشتوية كما تعلم في عسير تنقسم إلى قسمين، القسم الساحلي والجزر والشواطئ، وكذلك السياحة الشتوية الجبلية. السياحة الساحلية استفيض فيها الحديث، نتكلم اليوم عن السياحة الشتوية الجبلية، والذي رأينا خلال الثلاث سنوات الماضية إقبال كبير جدا على الاستمتاع بسواء بالسياحة الشتوية، سواء من سكان مدينة منطقة عسير أو من الضيوف والقادمين والسياح من الاستمتاع بالمغامرات الجبلية ببحر السحاب، الاستمتاع بليالي الشتوية الجميلة في مدينة أبها وضواحيها. هذه كلها ساعدت وعززت قوة السياحة الجبلية الآن الشتوية في منطقة عسير. المرشد السياحي أستاذ تركي البشير، شكرا لك. أيضا يا نهى، إحنا متواجدين الآن في هالمزرعة اللي حقيقة وقف على إنشاء هذه الخدمات السياحية، فيها عدد من الشباب اللي حقيقة خلقوا أجواء دافئة داخل الأجواء الباردة. رح فيك دكتور مشعل. أهلا وسهلا، يا مرحبا. بودي أن تحدثني في هذه الأوقات عن مدى يعني استقطاب لكم للسواح في هذه الأجواء الباردة. ابتداء أولا من توجيه من قائد المنطقة الجنوبية الأمير تركي بن طلال حفظه الله باستغلال البيوت أو المباني الطينية الأثرية، ولدت عندنا فكرة نزل الليوان، بحيث نحن نقدم تجربة ريفية بخدمات وغرف فندقية، كذلك بمتحف متكامل أضفنا إليها بعض البراندات اللامعة في المنطقة مثل نوت وشاهي يزة، فلنقدم تجربة متكاملة للزائر. عندنا توجه إن شاء الله في القريب بإذن الواحد الأحد نحن نقدم تجربة من الإفطار الجنوبي إلى السياحة أو الرحلات السياحية وكذلك الإيواء الريفي. دكتور مشعل شكرا لكم، فالكم التوفيق. الله يعطيك العافية. إذن يا نهى، بهذه الإمكانيات السياحية تستمر مزرعة الليوان في استقطاب أسواح وفي منحهم الأجواء الدافعة داخل الأجواء الباردة في منطقة عسير. هذا كل ما لدي في هذا النقل الحي، أعود لك بالصورة والصوت.
شكرا لك زميلنا أحمد عسير، أكيد شكرا لضيوفك، ونتمنى دائما التوفيق لشباب وشابات الوطن على جهودهم وإنجازاتهم في شتى المشاريع. طبعا وصلنا للختام مع هالمنظر الجميل اللي شفتوه، ونشوفكم بإذن الله بموعد بكرة يجدد كثير مما يمتعكم. لا تنسونا، بأمان الله.